السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. راسل كوك شاب في عمره 20 عام، كان يعيش حياته بالطول والعرض في برايتون في الإنجليز، حياة ليلية من بار لبار، فلوس النهار تديهم الليل في القصارة والكازينوات. في واحد الليلة غاي ضربها بسكرة حتى تخربق ليه الريزو. مني خرج من البار مع 3 الصباح بلاص ما يشد الطاكسي يرجع لدارهم، غايقول ليه العقل الباطن يضربها بجرية ليها وخا كانت بعيدة بعشرين كيلو. كوك غادي يضرب هذيك الطريق كاملة، وفين ما كانت يعيا كانت يحبس ينعش شوية في شي بلاصة في جنب الطريق، من بعد تينوض يكمل حتى وصل لدارهم. من يوصل كوك غايضربها بنعسة عالمية مع هذيك الدخة ديال الشراب والعيا ديال الطريق اللي ضرب. من يفاق غادي يكتشف واحد الاكتشاف غادي يغير ليه مجرى حياته. كوك غادي يكتشف أنه عنده معجرة، وماشي أي مسافة، عنده مع المسافات طويلة. كوك غيقطع الشراب والقمر وغيبدأ يتريني، غيبدأ بنص ماراطون غيجي سهل، من بعد غيجري الماراطون كامل وكمله، غيبقى يجري في الماراطونات حتى ولات ما بقاتش كتقنعه. داكشي علاش غادي يقرر باش يزيد في الدوزة. غيسافر لإسطنبول في 2019 باش يرجع للندن والطريق كامل يضربها الجرة. غيضرب 3000 كيلومتر فيها 70 ماراطون، والطريق كاملة هو هز كاميرا تيدير لايفات مع لي فان ديالو. ها هو تيجري وهو تياكل شي برجر، ها هو تيجري وهو تيكمي، عاود ليهم كاع قصة حياته في الطريق، حمق المتابعين ديالو حتى سماوه أقوى رجل غريب الأطوار. كوك غادي يولي مشهور في الانترنت ومحبوب، ولي فان ديالو غادي يبقاو يدعموه ماشي معنويا بالهضرة، غادي يبقاو يدعموه ماديا باش يحقق الأحلام ديالو. هنا باش يعجبوك هادوك الناس أمولاي الصديق. ملي كتشوف هذاك الشاب مثلا بالنسبه للناس الدور العالم ما تلقاش خوه، وما كتلقى لا جهه لا شركه لا حتى شي حد تيدعمو يشري بعدا غير الماتيريال ديال الحمايه، ولا يحتضنوه بشي برنامج بشي فريق محترف يتبعو، تيبقى فيك الحال. داكشي علاش بحال هذاك الشاب راه خاصو يهاجر عند الناس اللي تقدروا. المهم كوك غادي يولي عنده الملايين ديال المتابعين، وغيزيدوه لقب واحد اخر هو فوريست كامب ديال الفيلم الشهير ديال توم هانكس. غيسافر لمسافعات كينيا فين تيدربوا صحاب الماراطون، تما غادي يتلاقى بالصدفه بواحد طالياني كان تيدور العالم كامل غير بالبيكالا. غتعجبو الفكره وغادي يتاثر بها، داكشي علاش غادي يقرر باش يضرب هو افريقيا كامله غير جرى. كوك اللي ولات في عمره 26 عام غادي يرجع للانجليز، وغيدير فيها مؤتمر صحفي غيشرح فيه التحدي والمشروع ديالو. هذا المشروع اللي غادي يحتاج فيه فريق باش يمشي معاه، وطبعا هادشي خاصو مصاريف كثيره، وخا الدعم وفلوس وسائل التواصل الاجتماعي داكشي ما كانش كافي. داكشي علاش واحد من صحابو اللي كان يلاه دار لاباس من التداول بالعملات المشفره غادي يقرر باش يمولو. الاخوان مازال كتوصلني بزاف ديال الرسائل على شي حلقه على التداول، غير صبروا واحد شويه كلشي بوقتو ان شاء الله، وكون متاكد نهار غايجي وقته غتفهم اللب ديالو اللي عمرك سمعتيه في شي بلاصه وعمرك غتلقاه في شي دوره. ولا كنتي كتخسر دابا غير حبس، اللهم نص خساره ولا كارثه، داكشي راه ماشي عشوائي ولا بلا لا زهره. ولا كانت فلوس قليله وكتحلم دير لاباس من تما، بلا ما يكذب عليك شي واحد ولا يبيعك العجل، راه طماع تيقضي عليه غير الكذاب، وهذاك هو حسابه. هادوك اللي تيوريوك شحال تيربحوا راه غتصدم ملي غتشوف شحال تيخسروا، والا ما غاديش يكون عندهم الوقت باش يديروا لك دوره يطمع لك في هذيك 1000 درهم ولا 2000. المهم كوك غيبدا المغامره ديالو من كيب تاون من جنوب افريقيا، والهدف يساليها في تونس. غيدوز فيها على 16 دوله كلها غيضربها هجرة، غيقطع صحاري غيطلع جبال وغيتوغل في الادغال الافريقيه المتوحشه. التحدي ما كانش غير الطبيعه، بل كان حتى مع البشر المتوحش في افريقيا، وداكشي علاش دا معاه هذاك الفريق اللي يتبعو يصور ويتكلف ليه بالوثائق. وداكشي من جنوب افريقيا غيقطع الصحراء ديال ناميبيا حتى وصل لانغولا، تما غادي تخرج ليهم واحد العصابه مسلحه حيدات ليهم كلشي، حيدات ليهم الفلوس لي كارت فيزا وحتى الوثائق والماتيريال، خلاو ليه غير الكاميرا باش كان تيصور. ورغم داكشي كوك كاع ما غيستسلم، عاد غيشعل بعد ما دوبلو ليه المتابعين اللي تابعوا هذاك الهجوم المسلح لايف مباشر. كوك غيكمل الجرة وغيتفاجئ من بعد انه في كل قريه التي وصل ليها ولات يستقبلوه استقبال الابطال بعد ما تنشرت خبارو وداكشي اللي طرا ليه. كوك غيتاثر بهذيك الاستقبالات وغيضروا خاطرو على هذيك الحياه اللي عايشين تما،
حتى الماء اللي كتعرفوا تشربوه مخلط. داكشي علاش غادي يدير نداء للمتابعين باش يديروا حمله انه في كل بلاصه وصل ليها غيصاوب ليهم صفايه. الحمله غتنجح والاستقبالات غتكبر والمتابعين ديالو حتى هما. كوك وصل لقمه النشوه اخيرا، لقى داكشي اللي كان ناقصه اللي هو يدير شي حاجه في حياته تنفع البشريه. كان مخطط باش يضرب كاع افريقيا في 270 يوم ويصل لتونس في اعياد الميلاد المسيحيه ديال ديسمبر، لكن بسبب هذيك العصابه اللي هجمت عليه غيتخربق ليه البلان حيت كان خاصو يرجع لنقطه البدايه. غيرجع عاوتاني وغيضرب نفس الطريق حتى وصل لانغولا اللي عامره بالغابه، غيضرب هجره حتى وصل للكاميرون. تما غيشدو الوجع، الم حاد في كرشو حتى ولا تيبول الدم حيت شي حاجه ضربات ليه الكلاوي ولا النبوله. المتابعين ديالو غادي يتسطاو كيتفرجوا في فيلم لايف حقيقي بكاع التفاصيل ديالو، وغيصحوا الاطباء اللي متابعينه باش يشرب بزاف ديال الماء باش يبرى. وفعلا الحاله ديالو غتحسن وغينوض يكمل الجره حتى وصل لنيجيريا. هاد المره غيضروا ظهرو حتى جات لابيلانس داتو، وفي السبيطار الاطباء غادي يقولوا ليه باش يحبس ويرجع في حاله لبلادو. لكن كوك هو كوك، ما غاديش يتفاك، غيخرج كما العاده تيجري، خصوصا بعد ما تغير عليه الجو والتعامل ولقى سكان غرب افريقيا ضرافات في التعامل ديالهم، وبغى ينقل داكشي اللي شاف للمتابعين ديالو واللي هي صوره اخرى مغايره على داكشي ديال جنوب افريقيا. كوك غيكمل طريقه حتى وصل لموريتانيا باش يدخل الجزائر، ومن ثم يكمل تونس. ودابا عاد غتبدا القصه ديالنا. البلان الاول ديال كوك قبل ما يبدا المغامره كان يبداها من تونس ويبقى هابط حتى لجنوب افريقيا، لكن غادي يصطدم بمشكل ان الجزائر ما بغاش يعطيه الفيزا. داكشي علاش غيكتب في تويتر انه غيبدل الطريق وغيبداها من التحت باش ما يضيعش الوقت، وغيشرح للمتابعين ديالو المشكل. الجزائر ما كتبغيش تعطي الفيزا للاجانب حيت كتبغي الشهداء ديالها تبقى ديما مخبيه، وديما كنتحدى اي واحد يدير الفيديوهات ديال الطريق من غير الجزائر العاصمه، راه غتصدموا، غتلقاو بوطوات في الشانطي، غتلقاو شي عجب يحمق لك راسك. واي واحد عنده كاميرا من المؤثرين راه ممنوع يمشي فين ما بغى. وكوك عنده الملايين ديال المتابعين وفليب في دماغه، وغيضرب القارة الضاربة كاملة جرى، غادي يخلي العالم يكتشف ان ادغال افريقيا احسن منا. داكشي علاش ما بغاوش يعطيوه الفيزا ومشى بداها من التحت حيت مريقل وماشي معكاز. المهم صاحبنا غيوصل لموريتانيا، وكوك ديال اليوم ماشي هو كوك فاش بدا، اليوم العالم كامل كيتابعو. غيكتب في تويتر انا دابا وصلت لموريتانيا وعندي مشكلة في الفيزا ديال الجزائر. تغريدة غيتفاعلوا معها الملايين، وغيرد عليها مول تويتر شخصيا ايلون ماسك، وغيحط الجزائر في حرج. الكبرانات غادي يقلبوا على كيفاش يخرجوا من هاد الورطة، وغادي يلقاو الحل في البوليزاري. غيمشيو لعندو الموريتانيا وغيعطيوه فيزا فخرية، وغادي يقولوا ليه منين دوز، وداروا ليه طريق يدوز منها على مخيمات البوليزاري، يدوز من تما باش ينقل المعاناة ديالهم للعالم ويجمع ليهم التبرعات، والقضية كانت غتكون في الطاقية. راه خلينا مولاي الصديق من هذاك التخربيق ديال الجزيره والعربيه وكانال بلس وهذيك القنوات ديال المرقه اللي ما كيشوفهم حتى شي حد ولا غير الشراف. هذا راه مؤثر على المؤثرين، كانت غتكون الفضيحه ديال بصح. الكبرانات وجدوا الافلام وكراو الاقلام كيتسناو غير يجي، لكن المغرب تيخدم حسي مسي ديما تيدير خدمه نقيه بلا ما تيخلي البصمات. الكبرانات بهذيك التقييده ديال الامم المتحده جبد عليه النحل، وفاعل خير غينبه بريطانيا وميريكان من البلا اللي توجدوا ليه في تندوف. داكشي علاش تندوف غتكلاصا فجأة منطقة عالية المخاطر، تنقلاتها كاع وسائل الإعلام الدولية. أي واحد عايش في شي دولة غيكون سمعها في الأخبار ولا قراها في الصحافة، حيت صاحبنا كوك مازال في موريتانيا تيقول للمتابعين ديالو أنا ما قادرش ندخل الجزائر حيت فيها الإرهاب. وعلى دولة راه الهربة أمولاي الصديق، راه الشهاب جلاجيل، راه تجمع سي ان ان والجزيره وحتى البي بي سي ويديروا اللي في جهدهم ما غيوصلش التاثير ديالهم لتويتات صاحبنا كوك. انا كنتوقع انه غيبدل الطريق وغيدوز على المغرب عبر الصحراء المغربيه وغيساليها في طنجه وارى بالراحه. كانت هادي هي القصه ديال علاش هاد الايام ما كتسمعوا غير وزاره الخارجيه البريطانيه كتحذر الرعايا ديالها من الذهاب المحيط تندوف لا يتخطفوا، ولا وزاره الخارجيه الامريكيه هي كتحذر المواطنين ديالها من الذهاب لتندوف من خطر الارهاب. دائما هادشي كتسمعوه بشكل حصري كما العاده على القناه ديالكم، ودائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.